السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا. طبعا هذا فيديو جديد ورائع. وشنو كيفاش نتعاملوا مع الدالة انطلاقا من جدول التغيير ديالها؟ وهاد الدالة في حد ذاتها فهي مساعدة لهاد الدالة هذه. إذا هذا التمرين بصراحة جميل جدا. هاد الدالة هي الأولى جي كتساوي إكسبونس دو إكس ناقص إكس مربع زائد 3 إكس ناقص 1. وهاد جدول التغيير ديالها تحقق أن الجي لي زيرو كيساوي زيرو. هذا سؤال بسيط جدا نعوضوه بزيرو هنايا، ولكن راه عنده علاقة بالسؤال الموالي. لنتحقق ان جي لي زيرو كتساوي زيرو، نحسبو جي لي زيرو هي ليكسبونسييل ديال زيرو ناقص زيرو مربع زائد ثلاثة في زيرو ناقص واحد. ليكسبونسييل ديال زيرو هو واحد، وهذه زيرو مشات زيرو خاطنا ناقص واحد هي زيرو، اذا نقيناها. السؤال الثاني، حدد اشارة لنحدد اشارة جي لي اكس طبعا على واحد المجالين اللي هو موان لانفيني زيرو و زيرو بلس لانفيني. لاحظوا معايا كاين اما نستغلوا جوج التغيرات ولا نستغلوا الرتابه الداله. عندنا اكس كينتمي لهذا، اكس نمشيو للمجال الاولاني، اكس كينتمي لموان لانفيني زيرو. شنو معنيتها؟ ان اكس صغار من زيرو. وكيدايره الداله الجي؟ والجي تزايديه قطعا على هذاك المجال اللي هو موان لانفيني زيرو. موان لانفيني زيرو، اذا لا كانت تزايديه معناها ان جي لي اكس اصغر من جي لي زيرو، اي ان جي لي اكس اصغر من جي لي زيرو. هي احسن حاجه اللي نتحقق هي زيرو. اذا كيلكو مهما يكون اكس كينتمي موان لانفيني زيرو، وجدنا ان جي لي اكس اصغر من زيرو. انطلقنا من المجال اللي عطاونا هو موان لانفيني زيرو، ما معنى ذلك ان اكس كينتمي هذا المجال يعني اكس صغر من زيرو، وكي دايره الجي التزايديه، اذا تحافظنا على الرمز جي لي اكس اصغر من جي لي زيرو، وجي لي زيرو عندنا بنفس الطريقه هذه. اكس كينتمي المجال زيرو بلس لانفيني، شنو معنيتها؟ ان اكس اكبر من زيرو، ولدينا جي كي دايره تزايديه على زيرو بلس لانفيني. اذا جي لي اكس اكبر من جي زيرو. علاش كنقولوا التزايديه؟ باش ما يتقلبناش هذا، ملي كان عندنا اكس كبار ما نقولوش جي اكس صغر. فكلش كنديروا لو كانت تناقصيه، اما لو كانت تزايد تحافظ على نفس الصيغه. اكس كبار من زيرو اذا جي اكس كبار من جي زيرو، اكس صغر من زيرو اذا جي اكس صغر من جي زيرو. علاش؟ لانها تزايديه، كون تناقصيه يكون العكس. اي ان جي لي اكس اكبر جي لي زيرو اللي كيتحقق كيساوي لنا زيرو كبار لكل اكس ابارتيان زيرو بلس لانفيني. لاحظوا هذا التحقق هذا احتجناه. وإشارة جي دي إكس إما نخرجها من التغيرات، وإما من الرتابة، الرتابة المادة التزايدية كنأطرو نقولو إكس كينتمي لموان لانفيني زيرو بالنسبة لهذا هو، ما معنى ذلك أن إكس صغر من زيرو، وجي تزايدية إذا جي إكس صغر من جي لي زيرو، جي لي زيرو هو هذا. ثاني إكس كينتمي زيرو بلس لانفيني يعني إكس كبار من زيرو، جي كي دايرة تزايدية إذا جي إكس صغر من جي لي زيرو. الطريقة الثانية غنجيو نحط زيرو هنايا، ونحطها ونرسم جذور ونحط له زيرو بحال هكا. وعندي المحطة صورة زيرو شحال؟ زيرو. غنقول له من خلال جدول التغيرات نستنتج أن جي لي إكس من موان لانفيني زيرو كي دايرة؟ واخا هي طالعة، ولكن فين هنا؟ راه في السالبة، هي سالبة كطلع كطلع يلا العقد زيرو، يعني هذا كامل راه فيها سالبة. غنقول من خلال جدول التغيرات نستنتج أن جي إكس من موان لانفيني زيرو كي دايرة؟ واخا تزايدية، راه سالبة يلا العقد زيرو، عاد بعد طلع الموجب من زيرو بلس لانفيني. إذا من موان لانفيني زيرو ندير أصل جي إكس من زيرو من خيزو في الغرز، و صفر بلس لانفيني جي إكس أكبر من زيرو، لأن من زيرو طالع الفوق. هذه طريقة صحيحة وسليمة، والطريقة ديال التقرير. أنا نمشيو للأسئلة الموالية، غنوريكم التقنية كيفاش نتعامل مع التمرين، مع الامتحان. صافي سيدي، إشارة جي إكس نعبر عليها، راه نحتاجها. شنو القيمة إشارة جي إكس؟ راه نكتبها هنايا، قيناها سالبة وموجبة على المجالين. لو كان إكس صغر من زيرو يعني موان لانفيني زيرو سالبة، ولا كان إكس صغر من زيرو قيناها موجبة، لأن هاد الإشارة ما عطاوناش عاوك، راه نحتاجها في الأسئلة المالية. لتكون إف الدالة العادية بحيث هاد الدالة هي إكس مربع ناقص إكس عامل إكس موس إكس ناقص زائد إكس. تحقق إما نوحدو المقام هنايا ونوصلو للمشروع هادي اللي بغيتو. المهم أرى نطلق لنتحقق أن إف لإكس تساوي شحال هنا؟
اكس او كاري على ليكسبونونسيال دو اكس ناقص اكس على ليكسبونونسيال دو اكس زائد اكس. ارانا نديرو هادي. اذا نتحقق ان اكس ارانا نشرو هادي نطبقو. لدينا اف شحال تساوي لكل اكس ينتمي لها؟ ما نساوش لكل اكس ينتمي لها. لدينا اف لي اكس شنو كتساوي لينا؟ اكس مربع ناقص اكس ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس زائد اكس. أنا شنو نضربو هادي في هادي؟ ليكسبونونسيال اكس مربع تساوي اكس ناقص اكس ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس زائد اكس. هادي هي ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس راه هي واحد على ليكسبونونسيال ديال اكس. بحال هكا هي اكس مربع في واحد على ليكسبونونسيال ديال اكس. حتى هادي في واحد على ليكسبونونسيال ديال اكس زائد اكس. ايوا هي اكس مربع على ليكسبونونسيال ديال اكس وهادي اكس على ليكسبونونسيال ديال اكس زائد اكس. اذا ها حنا بصح توصلنا ان اف لي اكس كتساوي لنا هاد القيمة. اغلب التمارين كنطبقو من هادي اغلب التمارين. وانا بانتي بصراحة هادي في التمارين هادي ساهلة طبعا شرط وهادي تكون اكس هي واحد على موزون. في اغلب التمارين كنطبقو من هادي. ثم هاد قالك تحقق باش تبين بليس لانفيني شحال عطينا ليميت ديال ليكسبونونسيال دو اكس بليس لانفيني بليس لانفيني. ولكن شوفو دابا هادي كيداير. عندنا واحد الخاصية مهمة اللي عاير بيناتنا ماشي الجواب. لدينا ليميت ديال ليكسبونونسيال ديال اكس على اكس اوس اف بليس لانفيني تعطينا بليس لانفيني. هادي ديالنا خاصية هنا مقلوبة هادي. إذا باش غنبغي نحسب ليميت غنقول لدينا ليميت ديال اكس مربع على ليكسبونونسيال دو اكس ناقص اكس على ليكسبونونسيال دو اكس زائد اكس بليس لانفيني. هادو هو ليميت ديال اف اكس ياك. غنكتب هنا اف اكس باش ننظم الجواب. انا ما عنديش اكس مربع دابا هو الفوق عندي الا بحال هكا ندير واحد على ليكسبونونسيال دو اكس على اكس او كاري واحد على ليكسبونونسيال دو اكس على اكس وغادي نخليوها هنايا اكس طونفير بليس لافين. علاش درت بحال هكا باش نصغر الخاصيه هادي؟ عندي خاصيه شحال تساوي ليكسبونونسيال دو اكس على اكس او كاري كتساوي لنا بليس لافيني واحد على بليس لافيني زيرو شحال تساوي بليس لافيني بليس لافيني هادي مهمه الخاصيه ليكسبونونسيال دو اكس على اكس هنا بليس لافيني واحد على بليس لافيني زيرو دونك هادي زيرو ناقص زيرو مشات شحال بقاتنا زائد لنهايه لان ليميت ديال ليكسبونونسيال دو اكس على اكس مربع بليس لافيني كيعطينا بليس لافيني والليميت ديال اكس بليس لافيني كيعطينا بليس لافيني. حسبتنا بليس لافيني ولكن بواحد على بليس لافيني زيرو بواحد على بليس لافيني زيرو دونك بقاتنا بليس لافيني. ممكن نقول تاهل لان هادي هي بليس لافيني ليكسبونونسيال دو اكس على اكس هي بليس لافيني. السؤال الموالي تيقول لنا احسب الليميت ديال اف اكس ناقص اكس خاصها تكون بحال هكا بهذا القوسين ما يمكنش الليميت ديال اف اكس ناقص اكس. نحسبوا الليميت ديال اف لي اكس ناقص اكس اكس طونفير بليس لافيني نعوضو باف لي اكس نعوضو من الاحسن نعوضو بهذه هي اكس او كاري على ليكسبونونسيال دو اكس ناقص اكس على ليكسبونونسيال دو اكس زائد اكس عاد ناقص هاد اكس هذا نديرو الاقواس اللي ندير كلشي زعما هي الليميت. قلنا هذه ما عندناش خاصيه في الكتاب غنديرو واحد على ليكسبونونسيال دو اكس على اكس او كاري بالمثل واحد على ليكسبونونسيال دو اكس على اكس وهادي هادشي مع هادي صالطينا هادي قلنا بليس لانفيني واحد بليس لانفيني زيرو وهذه بليس لافيني واحد بليس لافيني زيرو. ملاحظه التاويل الهندسي بما ان الليميت ديال اف اكس طون فير بليس لافيني طالما لا نهايه ماشي بالدار تكون زايده ما لا نهايه وحسيت الليميت ديال اف اكس ناقص شي مستقيم وعطاك زيرو هذا راه مقارب هنا عرفتي هذا صحيح. لدينا ضروري نقول الاولانيه لدينا الليميت ديال اف اكس في زائد لا نهايه عطاتنا ما لا نهايه و ليميت ديال اف اكس ناقص اكس بليس لانفيني عطانا زيرو. اذا اي كيساوي المقابل ديال هذا اكس مقابل ديال هذا ناقص اكس مقارب مائل لسي دو اف طبعا بجوار بليس لانفيني حنا تنخدمو دابا بليس لانفيني بليس لانفيني بجوار بليس لانفيني. وعيد لاحظتي اللي ديال اف اكس ما لا نهايه وحسبتي اف اكس ناقص شي مستقيم وعطاك زيرو اللي من زيرو هذا راه هو المقارب مائل. هذا كتدخل في الفروع لا نهائيه طبعا خصنا نشيو لها في حق كاين اللي ما ضربتهاش. دابا غنمشيو كلنا تحقق ان اف يساوي هذه القيمه هذه لكل اكس من ار واخا تحقق ان اف يساوي هذه القيمه هذه مين نطرقو من الاحسن نطرقو من هذه
انا بصراحه ما عنديش جواب فرنسي، ولكن يبدو لي انا كنفضل هذه. هي ندير لكل اكس ابارتيال ار، لكل اكس كينتمي لار، ورنطبق ماكسيم ليكس، نكتب اكس مربع ناقص اكس زائد اكس ليكسبونونسيال دو اكس على ليكسبونونسيال دو اكس. اف ليكس هي هادي. اذا ما نقسمو هادي لهادي، نقسمو هادي لهادي، نقسمو لهادي، غنديرو اكس مربع على ليكسبونونسيال اكس، نقسم هادي ناقص اكس على ليكسبونونسيال اكس، ونقسمو هادي هي اكس ليكسبونونسيال دو اكس على ليكسبونونسيال اكس. هادي غنخليوها هكا، هادي غنخليوها هي هكا، وهادي غيمشي لنا ليكسبونونسيال مال زوان تلقى لنا اكس، غيمشي هذا مع هذا. وهي هي اف اكس هاي تساوي اف لي اكس. انا اللي تنقول لكم كنفضل نبدا بالثانيه، وفي الاخر غنقول لكل اكس ابارتيال ار راه بصح اف لي اكس كتساوي لينا اكس مربع ناقص اكس زائد اكس ليكسبونونسيال دو اكس على ليكسبونونسيال دو اكس. هادي بها نحسبو الليميت في موال لانفيني، ماشي بليس لانفيني، لا حسبنا بليس لانفيني، غنبقاو في بليس لانفيني. الليميت في موال لانفيني، اتاكد من التمرين وحسب الليميت طبعا اف مول في. يلا دي كيفاش غنديرو؟ راه خصنا نخدمو بهادي مول في. كيفاش نخدمو الليميت ديال اف اكس اكس في مول فيني؟ هادي تعطينا زيرو، وهادي في مول فيني. غنجي غندير الليميت ديال اف اكس في مول فيني تساوي هي الليميت، هادي معروفة زيرو. ارى نعملو باكس، نعملو باكس، انا بان لي نعمل باكس. علاش؟ تبقى لي هي اكس ناقص واحد زائد ليكسبونونسيال دو اكس على ليكسبونونسيال دو اكس موال لانفيني. ها هي واحد المهم عندنا، ليميت ديال اكس على ليكسبونونسيال دو اكس موال لانفيني. عباد الله هي راك تعطينا، تعطينا موال لانفيني، هي مكاينش خاصية، ولكن نشرحها لكم. هذه الليميت ديال اكس على اكسبونس اكس موال لانفيني، انا موال لانفيني علاش؟ انا راح نكتبها ولي من الحياة. هي الليميت، هذا الليميت ديال اكس على اكسبونس اكس موال لانفيني، هي الليميت ديال اكس في واحد على اكسبونس ديال اكس. اي واحد ملاحظة، هاي شاطينا في موال لانفيني، موال لانفيني واش عطينا في موال لانفيني في اكسبونس؟ عطينا زيرو. ما لا نهاية على زيرو، الشكل محدد ماشي غير واحد، محدد كنديرو هذا الشكل، هذا كندير في واحد على هذه موال لانفيني، وهي تعطينا زيرو، واحد على زيرو، ما لا نهاية، ولكن الإكسبونسيال الموجب هي زائد لا نهاية، هاد الإكسبونس موجب، واحد على زيرو بليس بليس لانفيني، إذا موال لانفيني في بليس لانفيني هي موال لانفيني. هادي ملاحظة مهمة، هي اللي قلنا. أرا دابا نكملو، هي الليميت، غنديرو هادي على هادي، هي إكس على ليكسبونونسيال دو إكس، على ميلي إكس ناقص واحد زائد ليكسبونونسيال دو إكس في موال لانفيني. هاش قلنا موال لانفيني غنكتبها كاع في هاد شاطينا موال لانفيني، وهادي ناقص واحد، وهادي شاطينا زيرو. ليميت في موال لانفيني ديال ليكسبونسيال هو زيرو، نبغي نتواسى موال لانفيني في موال لانفيني هي بليس لانفيني. إذا ليميت ديال اف اكس لوغسكو اكس تونفير موال لانهاية تعطينا بليس لانفيني. عملنا باش اكس باش تصاوبنا هادي باش تعقلو عليها مزيان، اكس على ليكسبونسيال دو اكس في موال لانفيني يعطينا موال لانفيني. ودي مونطرا باش نمونطرو راه قلتها وانا نعاودها كاع لان مهمات. ليميت ديال اكس على ليكسبونونسيال ديال اكس في موال لانفيني، راه قلنا موال لانفيني، علاش؟ هي ليميت ديال اكس في واحد على ليكسبونونسيال ديال اكس. شكون اللي خلاني ندير الكتابه هادي؟ حيت طاتني زيرو على ما لا نهايه، شكل محدد فورم ديتيرميني ماشي انديتيرميني، شكل محدد كاينه. اذا هادي موال لانفيني، وهي تعطينا لنا زيرو في المقام، واحد على زيرو بليس لان موجبه هي بليس لانفيني، موال لانفيني بليس لانفيني تعطينا زيرو. ارا نمشيو دابا السؤال دونك الدورك راهو هنايا، الليميت ديال اف لي اكس على اكس، قال لك بين ان الليميت ديال اف لي اكس على اكس تعطينا موال لانفيني. لنبين ان الليميت ديال اف لي اكس على اكس في موال لانفيني يعطيك موال لانفيني، هادي نبينوها، نبين ان ليميت ديال اف اكس على اكس لو سي تونفير موال لانفيني يعطينا موال لانفيني. ايوا ناخدو هادي هي، لدينا الليميت ديال اف لي اكس على اكس في موال لانفيني هو الليميت، قلنا هادي عملنا قبيله باكس ياك، ها هو غتبقى لنا اكس ناقص واحد زائد اكس، لا عملنا باكس، تبقى ليكسبونونسيال ديال اكس على ليكسبونونسيال ديال اكس عاد على اكس، هذا هو
في موال انفيني. اذا غنختزلوا هذا مع هذا، غتبقى لنا هي اكس ناقص واحد زائد ليكسبونونسيال دو اكس على ليكسبونونسيال دو اكس لوسك اكس تنفير موال انفيني. اذا هنا شنو غنديرو؟ ثاني غنعملو باكس، لان هادي مال النهايه ودي مال النهايه على صفر. بحال هكا هانت، هاي اكس ناقص واحد زائد ليكسبونونسيال دو اكس في واحد على ليكسبونونسيال دو اكس. المهم هادي هاش عطينا لي موال انفيني، وهادي طبعا ناقص واحد، وهادي عطينا موال انفيني زيرو على التوضيح، وهادي عطينا في موال انفيني. المهم هادي بليس انفيني واحد على طبعا زيرو بليس، لان ليميت في موال انفيني ديال ليكسبونونسيال عطينا زيرو، واحد على زيرو بليس بليس انفيني. موال انفيني بليس انفيني هي موال انفيني. إلا حسبتو الليميت ديال إف إكس على إكس في ما لا نهاية يعطيكم ما لا نهاية، نقول أن السيد إف يقبل فرعا شل جميعا يا سعد جميعا في اتجاه محور أراتي بجوار موال لانفيني. بجوار دي مهمة، بجوار موال لانفيني. إذن إحنا مشينا شوية في التمرين، عندنا سؤال مهم ثاني كذلك تيبين ان او تحقق ان لنتحقق. شوفوا هذا السؤال، فكروا فيه شويه، لنتحقق ان اشاره اف لي اكس ناقص اكس، اف لي اكس ناقص اكس هو اكس مربع ناقص اكس، لهما نفس الاشاره، لهما نفس الاشاره على ار. شوفوا هاد الكتابة لي خويا بالنسبة لنا دايرة، راه نحسبو إف إكس ناقص إكس هي اللولة، نحسبو إف إكس ناقص إكس لكل إكس ينتمي، لكل إكس ينتمي، نحسبو إف إكس ناقص إكس، فين هي إف إكس؟ إف إكس اللولانية، ها هي إكس مربع ناقص إكس ليكسبونونسيال ديال ناقص إكس زائد إكس ديال هي هادي، غنقسم لنا إكس. عاد تمشي هادي مع هادي، عاد تبقى لنا هي اكس مربع ناقص اكس ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس. لاحظوا جيدا، اف لي اكس ناقص اكس تساوي هادي، هادي هي موجبة، كيلكو سوا اكس ابارتي على ار، ديما ليكسبونونسيال موجب. إذا الإشارة هادي هي الإشارة، وبالتالي إشارة اف لي اكس ناقص اكس هي إشارة اكس مربع ناقص اكس. وهاد اف اكس ناقص فاش كتذكرنا هاد اف اكس ناقص اكس، هذا مستقيم، هذا ها هو دي معادله اكريك. هذا اذا انا الوضع النسبي هنا نحتاجوها في الوضع النسبي، باين السؤال غيبين ان المنحنى الفوق ولا لتحت مستقيم. راه لنبين ان سي دو اف يوجد فين هي، يوجد فوق دي على المجال طبعا زيرو ناقص النهاية زيرو وواحد بليس لانفيني، وتحت والسيدو اف تحت دي على المجال صفر واحد. شنو قلنا حنايا باش نديرو الوضع النسبي؟ خصنا نحسبو اف لي اكس، لدينا اف لي اكس ناقص شحال كتساوي لقينا؟ هي اكس مربع ناقص اكس ليكسبونونسيال دو اكس. لدينا إشارة اف لي اكس ناقص اكس هي إشارة اكس مربع ناقص اكس، ونحلو المعادلة، اكس مربع ناقص اكس كتساوي زيرو، نعملو بإكس ياك، هي اكس ناقص واحد كتساوي زيرو، يعني اكس كيساوي زيرو أو اكس كيساوي شحال؟ واحد، هادو الوضع النسبي. إذا غنديرو واحد الطابلو ديال الإشارة، غنديرو هنا اف لي اكس ناقص اكس، وهنا نحطو موال لافيني، وهنا نحطو بليز لافيني، وهنا نحطو الحلول صفر وواحد. شنو إشارة إكس مربع هنايا؟ كي داير هنا الإشارة هنايا؟ الله يقول موجبة داخل الحل مع سكسو، هنا ناقص هنا زي زي. إذن كي داير الفرق ديال إف إكس ناقص إكس في بلاتي؟ كي داير إف إكس ناقص إكس في المجال هنايا، موجب ولا موجب؟ إذا غنقولو إف لي إكس ناقص إكس موجبة على المجال موال لانفيني زيرو و واحد بليس لانفيني، شنو معنيتها؟ ان السي دو اف فوق دلتا دي، وعندنا اف لي اكس ناقص اكس سالبه على المجال صفر واحد. اذا نقول ان السي دو اف تحت مستقيم، علاش؟ لان القيمه سالبه.
خصنا نخدموا التمرين كامل في الحقيقه، ولكن اهم حاجه ثاني عندنا واحد السؤال مهم خصنا نشيروا ليه واتمنى نلقاه هنايا، هو ديال هذيك المباراه القيم الوسطيه. اتمنى ان تكون طبعا هذا التمرين ما فيهش مباراه قيم وسطيه، سنقوم بإيجاد تمرين اخر.